فقدت حياتي وولدي وما جمار قلبي، أصبح هذول اليتامى كلهم بغلطتي، فقدت عزمة عندي. شرد أقول، شرد أطالب الحكومة بشنو أطالبهم، شو أطالبهم؟ أطالب مصير ولد اللي ما عنده لهم، أطالب هذول اللي تام 13 يتيم، هذا شنو ذنبهم هذول كلهم برقبتي؟ ما حد سأل علينا ولا حد ساعدنا ولا حد قال وين هلا قاعدين، هذا قعدتنا. هسه إذا طبعت ثلاجة ثلاث أيام أني صار لقمة ما أكو بالثلاجة حتى جهالي ياكلون. ما عندي، أنا مرة كبيرة ما أعرف منين أجيب، ما عندنا. هسه لو نتفت أكل ما أكو. ليش تبكي؟ أبكي على أبوي وعلى جدتي. وين أبوك؟ أخذوا الدواعش. ما شفته أبد؟ صار لك إيش قد؟ صار 4 سنين. تشتاق للبابا؟ إيه. يعني الدول يعني يقولون هم وين؟